هنا سؤال له علاقة بترك الزكاة. من نسي أو جهل أو تكاسل عن أداء الزكاة، فكيف يزكي ماله فيما مضى؟ مرت عليه 5 أو 6 سنوات وعنده مال اجتمعت فيه الشروط، ولكنه لم يزكي، إما جهلا أو تكاسلا أو غفلة. كيف تكون توبته وكيف يزكي ماله؟ عليه أن يندم على ما فعل، وأن يقلع عنه، وأن يعزم على عدم العود إليه، نعم. وأن يستغفر ربه، وأن يخرج الزكاة السنوات الماضية. كيف؟ إذا كان يعرف مقدار المال الموجود معه في كل سنة، بالرجوع إلى حساباته أو بالتذكر أو بغير ذلك مما يعينه على معرفة مقدار المال الموجود معه في نهاية كل حول هجري، فإنه يخرج عن المال الموجود عنه في نهاية كل حول. نعم. وإن لم يستطع فلا سبيل له إلا التحري، بأن يرجع إلى نفسه ويعرف أو يضع رقما مبنيا على معطيات معينة، أو على مقدار ما يدخل معه، أو إلى ثمن الشراء إذا كان هذا من نوع الذهب أو غير ذلك. فالحاصل يحاول أن يضع رقما تقريبيا ويحتاط فيه بما تطمئن معه نفسه أنه قد أدى ما عليه. هنا الشيخ، بعض المفرطين في أمر الزكاة يكبر عليهم أمر البحث والتحري، ويرون بأن مسألة حساب الزكاة معقدة جدا، فماذا تقولون لهم؟ لا، ليس معقدا، خاصة في هذا الزمان الذي ممكن نستعين فيه بالحسابات نعم. أو يرجع فيه إلى البنوك. وإنما يحتاج كما يقال أن يمسك بطرف الخيط، أن يجلس مع نفسه ويمسك معلومة من المعلومات التي قد تقوده إلى ما قبلها أو إلى ما بعدها. فبالتحري والتتبع يستطيع أن يضع رقما، ويمكن أن يحتاط فيه، وإذا تردد بين رقمين يختار الأعلى منهما تبرئة للذمة وأداء لما عليه. نعم.